في جدل كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة دي، مش في مصر يعني، في العالم كله، على فكرة تعديلات قانون كرة القدم، وآخرها كان البطاقة الزرقاء. إيه قصة البطاقة الزرقاء للأول يعني للناس اللي أول مرة بتسمع عنها؟ البطاقة الزرقاء دي كانت اقتراح. عارفين حضراتكم لعبة الهاندبول، لما حكام الملعب، الهاندبول بيبقى فيه حكمين جوه الملعب، فلما حكم الملعب بيشوف إن في مخالفة تستدعي طرد اللاعب، هو ما بيبقاش طرد، هو بيبقى إيقاف، عقوبة إيقاف لمدة دقيقتين يلعب فيها الفريق ناقص، وبعد الدقيقتين ما ينتهوا بيبقى ليهم زي كاونتر كده، يرجع اللاعب تاني ينزل ويشارك في المباراة. كان في اقتراح إنه يتم تطبيق نفس الفكرة دي في كرة القدم، بدل ما يبقى فيه أصفر وأحمر بس، لا كمان يبقى فيه أزرق. إيه الأزرق ده؟ الأزرق ده معناه إنه اللاعب ارتكب مخالفة لقانون اللعبة، سواء كانت ليها علاقة بالتعدي على حكم المباراة، أو مخالفة أمام المنافس تستدعي، لا هي تستدعي البطاقة الصفراء ولا هي تستدعي البطاقة الحمراء، هي حاجة بين الاتنين. يعني الإنذار، اللعيب بياخد الإنذار يتأيد ويكمل لعبة عادي جدا. البطاقة الحمراء كارت أحمر، تفضل مع السلامة، يعني مش بره الماتش، بره الملعب كله، لازم تخرج بره حدود الملعب نفسه. طيب ليه لا ما يكونش عندنا حاجة في النص؟ وده كان الاقتراح الخاص بالبطاقة الزرقاء، إنه اللاعب يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 10 دقائق فقط لا غير. تاخد البطاقة الزرقاء، تفضل حضرتك بره الملعب 10 دقائق، وبعد ال 10 دقائق ما ينتهوا يرجع يشارك في المباراة مرة تانية. طب لو اللاعب خد كارتين زرق في نفس المباراة، أو على سبيل المثال خد كارت أزرق وكارت أصفر، كان المقترح إنه يتم طرده طرد مباشر، يعامل في الوقت ده كمعاملة الكارت الأصفر. النهارده جياني انفانتينو قرر بشكل نهائي انه مفيش تفكير اساسا، الفكره ليست مطروحه للنقاش ولن يتم تطبيقها باي شكل من الاشكال في البطولات الكبرى، وبالتالي اكد انه مفيش تفكير في البطاقه الزرقاء. ايه الاحتمال بقى؟ ده الخبر اللي يمكن اللي بيتابعوا السوشيال ميديا يكونوا قروا، لكن في تفكير ممكن مش على مستوى الفيفا، لكن في تفكير في انه يكون في بطاقه خضراء. بطاقة خضراء، إيه البطاقة الخضراء دي؟ قصتها إيه؟ البطاقة الخضراء دي أنا بشوفها الحقيقة تعديل لو تم هيفرق بشكل كبير جدا في رياضة كرة القدم للأفضل. البطاقة الخضراء هنا مش عقوبة. لما الحكم يطلع كارت أصفر أو كارت أحمر، ده معناه إن في عقوبة إدارية على اللاعب المخالف، أيا كانت العقوبة إيه بقى؟ طرد أو إنذار. والإنذار طبعا اللي ممكن يؤدي إلى إيقاف في حالة تراكم عدد البطاقات. طب إيه الكارت الأخضر ده؟ الكارت الأخضر ده كان اقتراح إنه الحكم يشهره للاعب اللي بيعمل سلوك رياضي يأكد على مفهوم اللعب النظيف، يأكد على مفهوم الفير بلاي. يعني انت عملت التصرف داخل الملعب مع المنافس مع الجمهور بأي شكل من الأشكال يحسب ليك، ده معناه انك انت تاخد كارت أخضر، والكارت الأخضر ده يساهم انه يعني يحسن من وضع الإنذارات اللي موجودة عندك. يعني انت لو عندك في رصيدك مثلا كارتين صفر وخدت كارت أخضر، الكارت الأخضر ده يلغي لك واحدة من بطاقات الصفر. ده غير طبعا تعديلات لا حدود لها، الكلام على قانون الاوفسايد، وانه بدل تعرفين انه قانون الاوفسايد ما بيطبقش في نص الملعب، يعني لو اللاعب في موقف تسلل بس في نص ملعبه الكوره اتلعبت له وهو اخر او اقرب لاعب لحارس المرمى، ما فيش بينه وبين خط مرمى الفريق المنافس غير لاعب واحد بس، كان يعني حارس مرمى كان لعيب عادي، بس اللي بيفصله عن خط المرمى لاعب واحد بس يبقى عموما اوفسايد. لكن القاعدة دي بتتلغي لو القصة دي في نص ملعب فريقه، مفيش هنا قانون تسلل. كان الاقتراح انه يتم التحريك الخط بتاع خط النص ده لمسافة تانية، او انه يتم اتخاذ خط الصندوق بتاع ال 18 عشان يبدأ الاوفسايد من بعده، وبالتالي تتقلل عملية التسلل ويبقى الكرة فيها ايجابية اكتر، ويبقى في المباراة عدد اهداف اكتر، زي ما بتقال انه الاوت الكره ما بتطلع اوت برضو بتتلعب. انا طولت في القصه دي، بس هي كلها تعديلات مطروحه وفي النهايه لمصلحه اللعبه طبعا، او الكل بيطرحها لمصلحه اللعبه فكره انه الكره على خط التماس ما تتلعبش بالايد، تتلعب بالرجل، ده هيخلي اللعبه اسرع والخطوره اكتر، وبالتالي المتعه والاثاره وتسجيل اهداف اكتر واكتر. عندي بس حاجه اخيره قبل ما اختم فقره الاخبار، بما انه المجموعه A والمجموعه D او المجموعه الاولى والمجموعه الرابعه